السلام عليكم. ملي الملك محمد السادس كيوقف على شغله بيدو كتكون هذه هي النتيجة. هذوك اللي كيقولوا في التعاليق باللي راه فريق قديمة، راه ماشي قديمة، هذا التاريخ. شتوه على خدمة تبارك الله، العمل العمل بجد. الملك الله ينصره، وعاش الملك ولا عاش من خانه. والله الا تحيه لهاد الناس اللي خدامين اصاحبي، خدامين اي ثلاثه الليل. طبعا كيف ما شفتوا معايا هاد المقاطع اللي تحطيت معكم دابا تقاسمتها معكم، خدمه بالليل والنهار في ظرف وجيز، تم تحقيق واحد الانجاز اللي هو كبير، طرقان اللي ترمات وتعدلات من جديد، والخدمة بالليل والنهار 24 ساعة على 24 ساعة. هاد الخدمة كاملة دارت في واحد التوقيت اللي هو قصير، أقل من أسبوعين تغير كل شيء في المنطقة اللي قاسها المغرب الزلزال، المنطقة اللي تخاص بالزلزال واللي عرات على بزاف ديال الأمور، اللي عرات على بزاف ديال الحقائق، واللي بينت بزاف ديال الديفوات اللي كاينة عندنا في البلاد. هاد الشيء هذا اللي كتقاس معكم يعني صراحة كيفاجئ الكل، فواحد الظرف قصير طرقان كترمم وكتعدل واحد المسافات طويله وخدمه بالليل والنهار. بزاف منكم كاين شي كاين واحد النوع ديال البشر ديك العويق غادي يقول لك وفيك الملك محمد السادس هذه شحال ما صلح لكمش طرقان وما دارلهمش هادشي هذا من هذه شحال، فيك الملك. انا غنجاوبهم في هذا الفيديو. الملك محمد السادس هذه شحال ماشي ما كانش، هو ديما كاين، غير الفرق اللي كاين بين دابا اللي وقف على شغله بيدو، وقبل كان كيعول كاين كيسحب له وراه الرجال، كان كيسحب له وراه الرجال اللي غيخدموا البلاد، كاين حكومه، كاين عماله، كاين رؤساء مجلس البلدي، كاين ميزانيه، كاين كيسحب له راه الرجال اللي موراه راهم الرجال ديال بصح خدامين الخدمه ديالهم. ساعه مع الاسف الشديد لقى موراه غير الشمايت، ميزانيات كتخرج كتنهب، اموال ديال الجماعه كتنهب، وكل شيء كيتسرق، وكيبقاو المواطنين المغاربه في مناطق بحال هكا اللي هي نائيه كيبقاو دائما ما كيوصلهم والو، ما كيوصلهم حتى الفتات، كلشي كيتشفر، كلشي كيتسرق. هذا هو السبب اللي خلى ديك المناطق دائما تاخرت في التنميه. تخيلوا معايا الوقاحه فين وصلت برؤساء ديال المجالس البلديه وهادشي كامل في هاد الظرفيه اللي المغرب تقاس بالزلزال. المغرب من شماله شرقه غربه الى صحرائه كلشي تضامن مع المتضررين. في الوقت اللي كاين الناس كيتضامنوا كاينة بلديات كتسرق المساعدات اللي كيقدموها الناس. تخيلوا معايا الوقاحة فين وصلت بهم، كيسرقوا خيام ومواد أساسية اللي كان من المفروض أنها توصل للمتضررين، وهذا بشهادات رؤساء ديال الجمعيات اللي كانوا كيشهدوا أن كاينة جماعات اللي سرقات المواد اللي كانوا كيقدموها الناس للمساعدات. لا باش الدولة أنت كلا أصلا درت هذا باش تحطو أصلا تفرقني ويدارين. شوف اي قيطان، شوف ماني غدرنا وتنفكينين تنطبع، شوف رخزانات فين طاحوا ديال الدولة وما فرقوهمش الناس، والناس كيتعذبوا مساكن في البرد، شوف كيشريو لا سطيرات، شوف كيسلفوا الفلوس باش يشريو لا سطيرات، شوف رخزانات، شوف اي يا سيدي كيسرقوا المساعدات. هادو جماعات، هادو مكلفين بالناس، سرقوا الاخضر واليابس وسرقوا الميزانية كاملة وبغاو يسرقوا حتى المساعدات. هادو غتعول عليهم؟ هادو هما الرجال اللي عندهم في جنبك، هادو هما الرجال اللي غتخدم معاهم، ويجي واحد يقول لك محمد السادس ما دارش، ولا محمد السادس ما خدمش، حيت انت ما عرفوه والو، حيت انت مكلخ، حيت انت ما كتوزنش الامور بالعقل. لو كنتي توزن الامور بالعقل غيبان لك الفرق بين السيد خدام البلاد ديالو، غيبان لك بان التنميه كاينه، غيبان لك بان السيد في السياسه الخارجيه خدام، كما قال واحد السيد مزرب البلاد. الناس بحال هادو ديال المناطق المتضرره، الحوز ولا غيرها ولا شيشاوه ولا المناطق كامله، بالسيف ما تحبهم وتبغيهم، والولاء ديالهم للملك، الاخلاص ديالهم للملك داير بحال هذا الشكل. دارت مع السيده، اسمع، ما يخليه لينا كاع ما يعطينا، حيت هو راه زرب البلاد،
الا تحيد زرب الفيرما سمعتوا معايا الله يخلينا واخا ما يعطينا والو. شو الحب الحقيقي؟ الله يخلينا واخا ما يعطينا والو. علاش؟ حيت راه مزرب البلاد. شنو هي مزرب البلاد؟ حيت راه حامي البلاد. المغرب في السياسه الخارجيه اصبح بلد قوي، الكل يحترم المغرب، الكل يحب المغرب، الكل يضرب للمغرب الحساب. علاقات خارجيه مميزه بين اقوى الدول اللي كاينه في العالم، الشيء اللي كيخلي ان المغرب بلد كيبقى محمي وبلد كيبقى عنده على بن ايوكي. وهادشي هذا ما كيجيش هكا بوحدو من السماء، هادشي كيجي خدمه اللي هي خدمه نقيه كما كنقولوا، دارت واحد الخدمه نقيه تحت الرئاسه او تحت السياده ديال الملك محمد السادس، واللي زرب البلاد مزيان، واللي خلى هذا السيد بحال هذا كيتكلم وكيقول هذا الكلام هذا. هادشي اللي ما غادي يفهموش داك الانفصاليين، داك اللي كيخرجوا في فيديوهات اللي خصهم غير يطيحوا بالسمعه ديال البلاد والسمعه ديال الملك ديال البلاد الى غير ذلك. حنا بلد غير متقدم، مساله عاديه، حنا بلد نتجه الى التقدم. الشيء اللي وقع في المغرب واللي سمعناه واللي عشناه واللي شفناه، خبراء يابانيين كياكدوا ان المغرب من بعد ما تضرب بالزلزال غادي يقدر يولي دوله بتروليه وغازيه من اقوى الدول في العالم. شهادات ديال خبراء يابانيين وصينيين في هذه القضيه هذه. المغرب من بعد ما ضرب الزلزال ديك الزحزحه اللي قاست الارض، ثم شفتوا ان الزلزال فاش ضرب حتى المياه تفجرات ما شاء الله تبارك الله. مناطق كانت ما عندها جفاف ولا عندها شلالات دابا بسبب هذا الزلزال. وكياكدوا الخبراء ان ربما المغرب، ماشي ربما، كياكدوا بان المغرب غادي يصبح دوله بتروليه وغازيه من كبار الدول ديال العالم، لان خرج بزاف ديال الغاز والبترول من تحت ديك الارض اللي تفجرات. يعني سبحان الله، كان لابد ما تجي ازمه بحال هكا باش تعطيك خير كثير. فعلا مشات ارواح الله يرحمهم مساكن، ولكن هادشي اللي وقع صراحه عنده بزاف ديال الايجابيات، عاد بالنفع على المنطقه. كل شيء عرف شنو هي الحوز، شنو هي شيشاوا، شنو هي المناطق هذوك الفيلاجات ما كنتش حتى تسمع بهم، دابا الناس ولاو كيعرفوهم ولات غتولي قبله سياحيه عند بزاف ديال الناس، خاصه من ان الملك والخطه اللي دار اصلاح الطرقات وبغى يرد القرى قرى نموذجيه اللي يولي عندها يعني واحد الطابع سياحي، تقدر تجي وتشوف بزاف ديال الامور. فهادشي هذا كيبشر بالخير، لان الامور تغيرات وتحسنات وبقات لا مجال للمقارنه مع اللي كنا كنعرفوا شحال، مع اللي كنعيشوه دابا. يعني اذا كان شي حاجه بوزيتيف خصنا نقولها بوزيتيف، اذا كانت نيجاتيف خصنا نقولوا نيجاتيف، بلا نفاق وبلا زواق، وما كنمسحوا الكابا حتى شي واحد، غير اللي دار شي خدمه نقيه غادي نشكروه عليها. لو كانوا عندنا حكومه فيها الضوء، عندنا جماعات وعندنا الناس اللي كيخدموا البلاد، غادي نشكروهم وغادي نمدحوهم وغادي نقولوا براو عليكم. ولكن ما حد باقي عندنا اشباه الرجال اللي خدامين في الحكومه وفي الجماعات والعمالات وداك الشيء، مع الاسف هادشي هو اللي كيعطل التنميه ديال البلاد. ماشي الملك بوحدو غادي يوقف على جميع المشاريع باش يقدر يدير كل شيء، مستحيل انه يوقف على كل شيء. دابا جات الظرفيه وقف على هادشي هذا كامل، ولكن خاص ضروري يكون عندك الرجال. الا كانت عندك واحد الشركه وانت هو البناي، واش غتبني البني كامل بوحدك؟ لا، انت هو مول الشركه ولكن انت راه عندك خدامه هما اللي كيبنيو لك. تقدر تكون انت كتبني بيدك شي شويه، ولكن راه الا ما عندكش البنايه بزاف راه ما تقدرش تبني كل شيء. انت عندك شركه ديال البني وعاد تبني كل شيء بوحدك ما يمكنش. اذا بحال هكا الملك ما يمكنش يوقف على كل شيء بيدو. هذاك الشيء باش عندنا حكومه، عندنا قياده، عندنا جماعه، عندنا عماله، عندنا كل واحد كيدير خدمته. ولكن مع الاسف الشديد باقي عندنا كروش الحرام اللي بغينا نصفيهم ونحيوهم من البلاد باش ان شاء الله نزيدوا القدام وما يوقفنا حتى شي واحد. الحمد لله على التضامن والشعب كامل بين لانه كتله وحده بالشعب، بالجيش، بالملك، بكل شيء. فقط شهاده ديال العالم كافيه بلا ما نزيد عاد نذكرها مره اخرى. هادشي اللي بغيت نوصل بهذا الفيديو الاخوان، نتمنى نشوفكم في التعليق ان شاء الله. خلي معك واحد لايك حتى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.